بناء على معلومات مؤكدة تحصل عليها أفراد فرق الإقليمية الدك الوطني بزمولة، مفادها تحويل أحد التجار للمواد الغذائية على التي تعرف طلبا كبيرا من طرف المواطن وندرة في المحلة التجارية على مسارها. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم ضبط داخل المسكن المعني كمية من هذه المواد المتمثلة فيه 186 كيلوغرام من الفاصوليا، 300 كيلوغرام من القرص، 300 كيلوغرام من العدس، و 379 كيلوغرام من الحمص بقيمة مالية تقدر ب 304,800 دينار جزائري. على إثرها تم توقيف المعني واقتياده نحو مقر الفرقة لاستكمال التحقيق. تم رفع ضد المعني جنحة المضاربة غير شرعية في المواد الغذائية، جنحة ممارسة نشاط تجاري دون محل تجاري، جنحة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة وتسليم البضاعة إلى مديرية أملاك الدولة. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة ppgm.mdm.dz في خدمة مواطن 24 ساعة.